السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب والجلل وهذه الفاجعة الأليمة. نرفع أسمى آيات التعازي والمواساة إلى مقام صاحب الأمر والزمان وإلى المراجع العظام وإلى الحج المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل وهذه الفاجعة الأليمة التي تمر علينا كموالين وكأتباع لآل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خدمة الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله آمنا وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله لك الأجر وعظم الله أجور كل متابعينا والحاضرين للمجالس الحسينية. اليوم هو ليس يوما اعتيادي، تاسوعاء بالتحديد، ليلة لم تمر كباقي الليالي على آل بيت النبوة، على الحسين عليه السلام وأبي الفضل وزينب سلام الله عليها، ولم تمر بشكل اعتيادي على عيالات وأطفال أهل بيت النبوة. من الممكن أن نستذكر في هذا اليوم أو في هذه الليلة بالتحديد عندما خاطب الحسين عليه السلام القوم في يوم العاشر، وعندما قال لهم: أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه فلم تقاتلوني؟ فهنا كانت الحجة على القوم قبل أن يبدأ الحسين عليه السلام بالدفاع عن نفسه وطلب الماء لعيالته. إذن الكثير من الأحاديث التي من الممكن أن نتحدث بها ليست أحاديث اعتيادية أو قصص من الممكن أن تمر على مسامع المستمع الكريم بشكل اعتيادي، قصص يجب أن تقف عندها، يجب أن تقف عند الحرمين الشريفين، عند أبي الفضل العباس سلام الله عليه هذا اليوم وهذه الليلة، وعند حرم أبي عبد الله الحسين، وقفة شموخ، وقفة اعتدال، وقفة عارف بحق من ومع من تقف، مع العقيدة، مع الحسين، مع الإسلام، مع أي شيء بالتحديد. هل أنت عارفا بحق الحسين عليه السلام؟ هل أنت عارفا بما قام به أبي الفضل العباس سلام الله عليه؟ هل أنت عارفا أو عارفة بما قامت به السيدة زينب سلام الله عليها عندما تقفين عند التل الزينبي؟ نعم أحسنتم آمنة. إذن لهذا اليوم العظيم أعزائي المشاهدين، المكانة المميزة لدى أتباع آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي التاريخ الإسلامي كذلك، فعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام.
حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أبي عبد الله الحسين، ما بقيت إلا سويعات قليلة قد تعد على أصابع اليد، والحسينيون يتحضرون في أبواب كربلاء لدخولها ونصرة الحسين عليه السلام، فيا ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما. أحسنتم. نعم، للحديث أكثر عن هذا المصاب الجلل وعن هذه الواقعة والحادثة الأليمة أعزائي المشاهدين، ينضم إلنا داخل الاستوديو السيد علي الجابري، حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله أجرك. عظم الله لنا ولكم الأجر سيد نور، وعظم الله لك الأجر أيضا سيد علي الجابري، حياكم الله. حياكم الله. نعم، بداية سيد علي، يعني عنوان حلقتنا ومحور حلقتنا نصا هو عن شهادة علي الأكبر، بداية تضحيات البيت العلوي الشريف والمبارك، كيف لنا بتفسير هذا المحور؟ نعم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم. بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. العزاء لصاحب الأمر والزمان، والعزاء للمراجع العظام والأمة الإسلامية جمعاء. العنوان لطيف جدا، والسائد على طريق الجبابرة والطواغيت أنهم يتعمدون إلى أن يجعلوا أولادهم ومن هو أقرب إليهم إلى جنبهم، ويرمون بالناس إلى المحرقة، إلا القائد المجاهد الرباني صاحب الرسالة الحقيقية الإمام الحسين عليه السلام، أول شهيد قدمه من أهل البيت هو علي الأكبر. من جانب الأصحاب الحر الرياحي، قدم علي الأكبر، وهذه لفتة لطيفة، عمرو ابن جنادة الأنصاري كان صبيا لم يبلغ الحلم، وجاء إلى الحسين عليه السلام ليستأذنه إلى القتال، وكانت أمه قد تركت أذيال أثيابه إلى الأرض حتى يبان له لأنه طويل، ورفعت علائق السيف، فقال: بني لقد استشهد أبوك في الحملة الأولى ولعل أمك تكره ذلك. قال: أمي هي التي أرسلتني وشجعتني. ماذا قالت؟ شاهدنا هنا. قالت: أترزق فاطمة الزهراء بولدها الحسين ولا أرزق بولدي؟ فهنا الإنسان عندما يقدم فلذة كبده معناه صاحب رسالة حقيقية في حالة جهاد. أولا، علي الأكبر ولد في 11 من شهر شعبان سنة 33 للهجرة المباركة، واستشهد في 10 من محرم سنة 61 للهجرة، وهو أكبر من أخيه علي ابن الحسين عليه السلام بخمس سنوات، 38 للهجرة، ولادة السجاد روحي فدا. ومن هنا سمي الأكبر علي الأكبر، لأن اثنينهم علي. وأيضا ابن زياد لما التبس بالموضوع، ابن زياد لما دخل السجاد اللي قال: ما اسمك؟ قال علي. قال علي. قال: أو ما قتل الله عليا؟ قال: كان أخ لي أكبر مني اسمه علي قتله الناس. قال: بل الله. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال: أو بك جرأة أيها الخارجي أن ترد علي؟ فيا غلمان خذوه وآتوني بعنقه. هنا جاء الدور الزينبي، رمت بنفسها، قالت: والله لا يكون ذلك حتى أفديه بنفسي. لا. فقال: يا للرحم، ودت أن تفديه بنفسها، اتركوه لها لما به من ألم. الحديث عن زينب سلام الله عليه وعن حديثها وخطبتها في الكوفة وفي الشام سيكون لنا حلقات. نعم. كثيرة. نعم. وجمة في هذا الموضوع. نعم. لكن في موضوع علي الأكبر، علي. نعم. الأكبر عندما برز كل من برز في ساحة القتال من بيت أهل النبوة كان ينشد بأبيات. نعم. لتعريف يعني لم يعرفه فكان يعرف بنفسه عندما قال: أنا علي بن الحسين وابن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. نعم. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب. نعم. بالسيف أحامي
عن أبي. علي الأكبر عليه السلام لما برز إلى القوم وحمل حملات كحملات علي بن أبي طالب عليه السلام، فاشتبك الأمر على القوم وظنوا أن الله جل وعلا قد أحيا علي بن أبي طالب، هكذا حملات. فعلي التفت إلى ذلك وقال: أيها القوم، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بنفسي بحسبي ونسبي، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي من شمر ذاك ومن ابن الدعي، أضربكم بالسيف حتى يلتوي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. هذا علي الأكبر وهو بهذه الشهامة وبهذه البطولة، ناهيك على أن علي الأكبر هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. ومما يحكي لنا التاريخ أن يهوديا رأى في المنام نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، فاستسلم على يديه، ولما أفاق واستيقظ من نومه قالوا: جدد عهدا عند ولده الحسين. فلما جاء إلى الحسين عليه السلام قال: أرأيت رسول الله؟ قال: بلى. فكان علي صبية صغيرة فأومى إليه فجاء، فلما رأاه أغمي عليه، رشوا عليه بالماء، قال: كأني رأيت صاحب هذا الوجه تماما. قال: لو عندك ولد كهذا ومرت شعرة أو شوكة في إصبعه في إنملته ماذا تصنع؟ قال: أموت. قال: أنا أرى ولدي هذا مقطع بالسيوف إربا إربا. شوف لفتت نظر على أن الحسين عليه السلام رغم أن هذه المواصفات عند علي الأكبر إلا أنه أقدمه وأراد أن يبين للأمة أنه نحن أصحاب قضية، أصحاب رسالة، أصحاب فكرة، إحنا جئنا للتغيير. ومن هنا أنه أرباب المقاتل والتاريخ والسيار يقولون لما نادى علي الأكبر: أدركني مولاي أبا عبد الله، اتجه إلى صوب المخيم وليس إلى صوب الحرب. يستشكل البعض أو يستشكل البعض يقول: الحسين إمام معصوم مفترض الطاعة ولا يجوز له السهو. نعم، قل: ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. وعلي الأكبر بهذه المواصفات، بحيث أنه عندما تعانق معه في الوداع يعني سقط الاثنان على الأرض، وبعد ذلك دعا الحسين قال: اللهم اشهد أنه برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤيا النبي نظرنا إلى وجه هذا الغلام. ثم دعا دعاء بحرقة وبألم وبكلمات: اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، اللهم سلط عليهم سنين كسني يوسف، اللهم سلط عليهم غلام ثقيف الحجاج ثقفي، فيسقيهم كأسا مصبرة. ثم قال: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك عما قريب. فعلا المختار الثقفي قتل وقتل ابنه حفص. سنتم بارك الله بكم مأجورين إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى سيد نور، يعني حتى نعطر مجلسنا الحسيني وهذه الحلقة المباركة إن شاء الله، والله يتقبلها منا بحق الحسين. نسمع أبيات من حضرتك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقدم التعازي إلى مولانا صاحب العصر والزمان بهذه الفاجعة الأليمة أيام عاشوراء. وهذه القصيدة كلمات الشاعر حيدر تركي الكربلائي، وهي لسان ليلى أم علي الأكبر حينما قال لها الحسين: ادعو إلى ولدك. فقالت: يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية،
رجع علي يا رب علي لي يا إلهي، محترق دلال حسة جنة خيمة، ماكو يمي ماي لا فوقاي غيمة، صارت بعيني الطبيعة بالصفار، ابلع علي دنيا يحسها جنها هيمة. يا سيدي يا كاشف البلايا، يا سامعي يا منتهى الرجايا، ما عندي غيرك ورفعت ايدي يا الهي. ابني ما متعود مرت فارق العين، زينب تشهد علي وقلب الحسين، شلون اعوفه والوقت بيا يعيل، بغيبته اربع ثوان اربع سنين. يا واحد ويا احد ويا شاهد، يا ماجد ويا حامد ويا راشد، كحل عيون بطلعته البهية يا إلهي. حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر. عندما نستذكر واقعة الطفو نستذكر أيضا شهادة علي الأكبر سلام الله عليه عندما عاد به إلى الخيام، شهد الحسين عليه السلام أن زينب أرادت أن تخرج من الخيام، فرمى بعلي الأكبر على الأرض وقال لها يا زينب خدرك أعز علي من ولدي هذا. إذا للحديث عن هذا الموضوع بالتحديد، يعني هناك كانت رسالة واضحة من قبل الإمام الحسين عليه السلام يعني بحديثه مع زينب بهكذا كلام وبهكذا حديث. أحسنت. للتاريخ أن علي الأكبر أمه ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي، أمها ميمونة بنت أبي سفيان ابن حرب، يعني جدته، يعني علي الأكبر يكون ابن بنت يزيد. نعم. ويزيد يكون ابن خال أم علي الأكبر. أحسنت. شوف انظر، ولذلك قال يزيد لو كان الأمر بيدي يعني لجعلت الخلافة بيد علي الأكبر. لماذا؟ لأن فيه زهو ثقيف وشجاعة هاشم وكرم أمية. أولا كرم أمية يعني من أموال المسلمين كما تعلمون، يعني من بيت المال وليس من عندهم، وهذا يطول فيه الحديث. الأمر الآخر، يريد أن يبعد الإمام العظمى عن الإمام السجاد عليه السلام كما فعل يعني الزيدية وأمثال ذلك، وهذا أمر يعني محصور بالسماء، والله جل وعلا هو أعلم، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. الخدر الحفاظ عنه، شوف البيت العلوي لا يفرق بين الجنس البشري، هناك وهب النصراني، أم وهب، هاي امرأة جون. أم وهب النصراني. نعم. جون مولى أبي ذار كذا، اللغة الجنس ما. ال- 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 الحجاب في لحظاته الأخيرة وهو ما بين الحياة والموت، وفقد عزيز قلبه لم يبقى مكان في جسمه إلا وفيه نصيب من ضرب السيف وطعنة رمح ورمي السهم، وسمع القوم يقولون أن الخيل قد هجمت على المخيم. أدار الحسين، فقام بأبي هو وأمي وقال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا أحرارا في دنياكم،
قال شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: إنما أقاتلكم وتقاتلوني، وأن النساء ليس عليهن جناح، فامنعوا جهالكم وعتاتكم عن حرمي ما دمت حيا. فكيف يقبل الحسين أن زينب تخرج وأن خضرها أعز من ولده علي الأكبر؟ لماذا؟ لأن هذه قيم المؤمنين. النبي أولى بنفسه وبعياله بالحجاب، لكن أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا. إذن المرأة في الحجاب مكرمة معززة، جوهر الإنسان العفة، الشرف، الكرامة، الحياء. هذا هو الإسلام الحقيقي. اليوم المرأة في هذه الليلة، نعم، ولعل الليالي القادمة، هذه المرأة الآن ينبغي لها أن تجعل زينب قدوة لها، خاصة عندما تكون بين الحرمين أو عند التل الزينبي. أنا ذكرت في بداية حديثي، نعم، أنت قلتي أنه سنترك مجالا يعني ربما محاضرات عديدة في زينب. زينب تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، نحن أولى بالحجاب، يعني نحن أولى. فعلى أي حال إشارة من الحسين عليه السلام لتوثيق مبدأ الحفاظ وفي القتال وفي حرب وفي أوجهه في الساعات الأخيرة، يعني من وقعت الطرف. أحسنتم في ميزان حسناتك إن شاء الله. سيد علي، سيد نور، نرجع لك إذا سمعنا أبيات عن هذا اليوم العصيب والأليم، هذا اليوم المليء بالمحن والمصائب. نعم إن شاء الله. قصيدة من التراث الحسيني، نعم، للشاعر المرحوم كاظم المنظور الكربلائي، وهي تتحدث عن هذه الليلة. يقول: يا محل الوداع بهالمسية وعلوم المنية بين الفاطمي والفاطمية، طاب خيمة الحرة حسيا واليها ونادهنا يا زينب، قعد عيدها يسلم ويوديها ونار الخدير تيلها، يوصيها ويسلم طفال بيديها والخدير لمرتب. يا الله ايش مصيبة، محبوب وحبيبة ومن تتحمس بنار الرزية، حن قلب العاقلة وديوت به النار من جمر المصيبة، ونادت يا ابن أبويا ما تقلي الصار قلب أختك بريبة، جن الفلك طارنا وبالعكس يندار وجن أختك غريبة،
يا ابن أمي جدانة من دار الجيفانة شتت الشمل بالغضورية يا محل الوداع بالمسية. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، عظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن الله لنا ولكم العزاء بهذه الفاجعة الأليمة وهذا المصاب الجلل. نعم متواصلين ومستمرين وياكم بالحديث أكثر عن يوم عاشوراء وأيضا عن هذه الواقعة الأليمة. نعم نعود بالسؤال إليك سيد علي، يعني للحديث أكثر عن أسباب هذه الحادثة، لماذا تلا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قوله تعالى لما برز الأكبر للميدان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم؟ نعم أحسنت. لما جاء الحسين عليه السلام وانطلق من المدينة إلى كربلاء ابنه علي الأكبر يسمحه يسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال سيدي مما استرجاعك؟ قال بني كأني غفوت غفوة وإذا بفارس على فرس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم فعلمت أن أرواحنا تنعانا، يعني إحنا عما قليل أو قريب سنغادر الدنيا، وهذه رسالة لكل شبابنا، يعني إن شاء الله المؤمن يقتدي بصاحب هذه الليلة، يقتدي بعلي الأكبر. هذا العلي الأكبر شاب وفتيل عضلات وأمامه يعني مسافة بعيدة ربما يصورها في الحياة، وكثير من الشباب مع الأسف تقول له ليش ما تصلي ليش ما تصوم، أنا بعدني شاب بعدني كذا بعدني ما متزوج، كأنه صلاة حصرت بعمر معين، تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. شوف علي الأكبر، خذوا عظة وعبرة من هذا الشاب هذا العلوي هذا الغلام المجاهد. قال سيدي أولسنا على الحق؟ قال والذي نفسي بيده هو كذاك. قال إذا لن نبالي إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا الكلام لما أنت تسمع كلام فيه حكمة من رجل كبير قد طوى الليالي والأيام، جيد، هذا أمر جيد لأن صار عنده خبرة وتجربة في الحياة، لكن من شاب يافع وأمام إمام معصوم. فالإمام الحسين عندما يقول ذرية بعضها من بعض يعرف ما هو علي الأكبر، يعرف ما هذه الشخصية، يعرف كيف أن علي الأكبر هو تربى في بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة، وهذا بيت نزل فيه القرآن. نعم. وهذا بيت خير من جسد فكر القرآن. إذن الحسين صاحب عقيدة. هنا إبراهيم الخليل عليه السلام عندما قال لولده إسماعيل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، تله إلى الجبين أراد أن يصرع وضع المدية أي السكين عليه، جاء الأمر الإلهي وفديناه بذبح عظيم. لكن الذبيح ذبيح الله هو الحسين عليه السلام، وتجسد هذا الفكر ورزئ بابنه، يعني رأى ابن أمامه وهو يقطع بالسيوف إربا إربا. لذلك لما وقع العباس عليه السلام قال الحسين الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي، ولكن لما وقع الأكبر قال بني على الدنيا بعدك العفا، يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمارين العلا والسؤددي، بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أرغدي. فالعلي الأكبر هو فرد مسار لقضية الحسين ورسالة الحسين وعقيدة الحسين، هكذا
ولد وغلام بهذه المواصفات، والحسين أول ما يقدمه للمعركة. من هنا ليلى بأزاء الخيمة تنظر إلى وجه الحسين عليه السلام، كأن وجه الحسين مرآة عاكسة. لما بان الاصفرار في وجه الحسين قالت: سيدي أقتل ولدي؟ قال: لا، ولكن برز إليه من هو من يخاف منه عليه، بكر ابن غانم، وهذا مجرف في الحروب. ما أصنع سيدي؟ قال: سمعت حديثا عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: دعاء الوالدة مستجاب بحق ولدها. ادخلي إلى خدرك، ادعو الله. دخلت إلى خدرها، رفعت يديها إلى السماء: اللهم بغربة أبي عبد الله، بمصيبة أبي عبد الله، كما أرجعت يوسف إلى يعقوب، رد ولدي إلي سالم. ما أن استتم دعاؤها وإذا بعلي الأكبر جاء وبيده رأس بكر بن غانم، وهو يقول: يا أبا الجائزة، والسرد التاريخي معروف في هذه الوقت. الله يحفظك. لكن عندما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه أن يعني إذا أراد الله أن يحب شخص يعني قذف بقلبه حب الحسين وزيارته. نعم. فالآن يعني إحنا اليوم نتحدث عن يوم عظيم. نعم. يوم مصاب كبير. يوم به تحسم، في هذه الليلة تحسم كل الأمور. زينب سلام الله عليها تعود إلى أخيها وتقول له يعني انظر، اختبر أصحابك. فبالتالي أي حب وقع في قلب أصحاب الإمام الحسين عليه السلام سابقا، ويحب قذف بحق أصحاب الحسين عليه السلام الليلة. الليلة اليوم يعني هناك انتخاب للكثير من الزائرين الحاضرين في هذا اليوم. أنا بينت ذلك بالتفصيل في أحد مؤلفاتي، ولله الحمد. الحسين فلسفة الوجود، وقرض آية الله باقر شريف القرشي قدس سره الشريف، وذكرت أنه ما نال أحد الخلود في الدنيا غير الحسين. وهذا في عالم الذر، لأنه ما شكى لأحد، ما شكى لأحد وهو في كل هذه الجراحات وفي كل هذه الأمور. وهذا الكلام اللي تلفظت به قبل قليل كلام في غاية الروعة. يعني تخيلي أنه الآن في حتى في مفهومنا في حياتنا كلها، يعني الأجهزة الآن، الجهاز لما تمضي عليه فترة يحدثوا وينطوه ريفرش. الريفرش ماذا؟ نشاط. نعم. قضية عاشوراء كل سنة تأتي إلى الناس هو نشاط. نشاط، أخاف واحد منحرف، واحد منزلق، واحد رايح إلى طريق فرصة آخر، فرصة لتزكية النفس لتطهير النفس، لأن الحسين نموذج أمامه. الحسين فداء، الحسين عطاء، الحسين جهاد، الحسين غاندي، هذا الزعيم الهندي المعروف يقول: تعلمت من الحسين درسا لن أنسى أبدا، هو كيف أن أكون مظلوما فأنتصر. الحسين يعني انتصار والحق ضد الباطل. حسين تعاون، ألفة، محبة، إخاء، جهاد، نبذ الطائفية والأنوية والفئوية والطبقية والتحزب الذي لا يمضي إلى طريق الله جل وعلا. الحسين إنسان ونموذج الإنسان المتكامل في الحياة. الحسين يبكي على القوم الذين سيذبحونه عما قريب. الحسين أخرج العوائل معه لأن هناك ثورة إعلامية ضد الطغيان وضد الظلم. الحسين نموذج للإنسان المتكامل تماما. فعلينا أيها الأحبة رجالا نساء أن نقتدي بالحسين وبقضية الحسين وبفكر الحسين، ولا نزغر الأمور إلى أشياء ريائية أو بسيطة أو أخرى، بل علينا أن نأخذ من الحسين عظة وعبرة لكي ننجح في حياتنا وكي نمضي إلى طريق الخير والسلام. بارك الله بكم. نعم سيد نور، إذا نسمع قصيدة من حضرتك. نعم إن شاء الله. قصيدة للشاعر سيد زيد الفحام. نعم. يقول: يا تعب السنين، فقدك مو سهل، نار وتشتعل بقلب الحنين،
أنا إيش عندي غيرك يا ابني عافيتي يا ابني الأكبر أنت غالي وشمع لي بيتي اليوم ما بيعطر شفك يختني قريتي أمك تعبتي وسهرت ليالي حدر ما كبرت لشبابك يا غالي تتركني يا روحي تروح والتالي آه يمه من جفني الحزين دمعاتي تهل نار وتشتعل بقلبي الحنين ما تحتمل عيني تشوفك ينزف دمك يوقف قلبي لا يا وليدي ارحم امك اقرب لي فايوشوقي اردش تمك هبت محمد جماله وكلامه ادعي بدموعي ترد لي بالسلامه ما عندي غيرك يا راعي الشامه آه يمه يا الأكبر لا وين رايح تنشتل نار وتشتعل بقلبي الحنين الله 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 طيب الله أنفاسك سيد نور سيد علي على الدنيا بعدك العفا هكذا عبر إمامنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما رأى علي الأكبر مقطع بالسيوف عن ماذا تكشف هذه العبارة بحق الإمام أو بحق علي الأكبر من الإمام الحسين يبدو أن القضية ممكن تعدت العواطف الأبوية إذ ما علمنا أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام رجل صاحب صبر عظيم تمام الإنسان المعصوم تارة يسهل الله وظيفته بالإعجاز الإعجاز الإلهي إعجاز كرامة الحسين لو تلاحظين في واقعة كربلاء دعا عدة أدعية على العدو هذا حرق بالنار وهذا مات عطشا وهذا مات بطريقة غير لطيفة كله ببركة دعاء الحسين حتى يريد يلفت نظر القوم بأنه هذا إمام معصوم مختار الطاعة لكن من جانب آخر من جانب طبيعي هو إنسان والولد فلذت كبد الولد لا يمكن يعني هو الامتداد الطبيعي للوالد يعني الوالد يشوف نفسه وحياته كلها في شخصية ابنه في شخصية ابنه يعني هاي الأم اللي تحمل ابنها هاي الفترة كلها هي مطمئنة لأنه هي منطيته من أحشائها من أعضائها من كل شيء لكن لما جاء إلى الدنيا تتمنى أن ما يمر بأي شيء يخدش حياته يعني لا يتمرض جزئيته يعني شنو جاء تقول يا ليت المرض بي ولا بي احسنتم حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا اذا يعني موضوع الام فد موضوع طويل جدا والى يعني اثار اخرى فعلي الأكبر مع الحسين قضية والد وولد والد وولد وهذا فرد مسألة عادية أنه الحسين إنسان وعنده عواطف وعنده مشاعر لكن عنده قضية أسمى عنده رسالة أسمى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الخوف مسألة طبيعية عند كل البشر كل الناس يخاف من حيوان مفترس من موقف معين لكن لما تصل المسألة إلى قضية رسالة لا بعد ما يخاف إلا الله ما يخاف إلا ربه
يعني لا يخشى إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه. خلاص عنده رسالة بعد، ينطي الولد ويعطي المال ويعطي الجاه ويعطي النفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لفتة لطيفة، لفتة لطيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أعلى درجات ومراتب المحبة. مو إبراهيم اتخذ الله خليلا، لا، بل الله هو الذي اتخذ إبراهيم خليلا. لماذا؟ لأن الخليل إبراهيم عليه السلام ذاب في الله وطاع الله طاعة مطلقة. الآن ممكن مضامين هذه الآية تنطبق على الحسين؟ واتخذ الله الحسين خليلا، نعم. لماذا؟ لأن لم يبق الحسين شيئا إلا وقدمه لله. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. أعطى الولد، وأي ولد؟ أعطى المال، أعطى الجاه، أعطى كل شيء، وأعطى نفسه. ولذلك الحسين يستحق أن يكون خليلا لله جل وعلا، وأن الله يتخذ الحسين خليلا. أحسنتم. زينب سلام الله عليها لابد أن يكون لها حصة ولو بجزء بسيط في هذه الليلة، لأن سأخذها في يعني الأيام الأخرى. زينب سلام الله عليها صاحبة الركب الحسيني بعد واقعة الطوف، امرأة يعني حتى وإن يعني تكون المصائب تقع عليها، لكن هي بطبيعتها رقيقة، بطبيعتها ذات مشاعر جياشة، بطبيعتها قد تكسر عندما تشاهد يعني أعز ما لديها الإمام الحسين وأبو الفضل العباس. زينب والحسين لهم خصوصيات. يعني زينب هي أصغر من الإمام الحسين بسنة واحدة. يعني الإمام الحسن 3 للهجرة، الإمام الحسين 4 للهجرة، زينب 5 للهجرة. وكانت متعلقة جدا بالحسين وما فارقته في حياتها قط. وكانت يوم عاشوراء 56 سنة عمرها، ولم تبقى بعد مقتل الحسين عليه السلام إلا سنة واحدة. وكان من شروط زواجها من عبد الله ابن جعفر الطيار أن يسمح لها للمسير مع الحسين. وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك الرماح وهذه من حيث مشتبك المكاره في السبا. وللعلم لا فرق بين الرجل والمرأة في الطاعة، يعني إذا امرأة رجل صلى وطاعوا الله يدخلون جنة، إذا بالعكس يدخلون نار. وأما الأمور السايكولوجية الإنسانية، المرأة لها أمور في التكليف تختلف عن التكليف. ولكن هذا استدراك، إذا كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث باسم الشمس عار ولا التذكير مدح للهلال. أكو امرأة هي امرأة في يعني طبيعة، ولكن مواقفها تعادل ألف رجل. وتأريخ كثير عندنا في هذا. أحسنتم. الله يحفظكم. إذن السيدة زينب عليه أفضل الصلاة والسلام هي رسالة للكل بغض النظر عن امرأة أو رجل، رسالة للعالم أجمع. سيد علي، يعني وإحنا اليوم برحاب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ممكن كثير من الناس، كثير من المؤمنين يقيمون الأعمال الخاصة بهذه الليلة، الأعمال الواجبة وأيضا المستحبة. ما هي هذه الأعمال حتى اليوم نقدر نوصل للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، نلوذ بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال هذه الأعمال؟ نعم، الواقع كان المفروض يصير يوم تاسوعة. نعم. ولما جاءوا يعني أخوال العباس عليه السلام وهم كلابيين، وأين ابن أخوتنا؟ وكان ما كان من حديث، فالحسين طلب أن يمهلوهم هذه الليلة، ليلة يعني العاشر. لماذا؟ هو خوفا من الموت، وميت ومن معه هو الشهيد. ولكن باتوا ولهم دوي كدوي النحل، ما بين قارئ للقرآن وذاكر ومتهجد ومستغفر وإلى آخره. هذه الليلة عظة وعبرة للناس، يعني ليلة عاشوراء أقصد، ليلة العاشر من المحرم.
على الرجال أن يتأسوا، يعني الشباب يتأسوا بالقاسم ابن الحسن، يتأسوا بعلي الأكبر، النموذج هذا رائع للشباب، وكذلك في البطولة وللرجال العباس عليه السلام، الحسين هو النموذج المتكامل، وعلى النساء أن تقتدي بزينب عليها السلام وأم كلثوم ورباب ورقية وما إلى ذلك، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فعلى الناس أن تقتدي بهذه السير العطرة الطيبة، ونجعل قضية الحسين قضية رسالية عقائدية، قضية إنسانية جاءت من أجل أن تعيش الناس بسلام وبأمان وبخير. لا نقطع الطريق، لا نتجاوز على السابلة، لا نؤذي أحدا، لا نؤذي حيوانا، لا نؤذي المارة، لا نتلفظ بكلمات بذيئة، لا نستغيب الآخرين، لا نمزح، لا نمزح، هي مو مسألة مزاح وضحك وذا، عندنا حزن وعندنا واقع. رسالة مهمة جدا. أحسنت سيدة علي وسيد نور، حياكم الله مرة أخرى وعظم الله لنا ولكم الأجر. في نصف دقيقة، يعني اليوم بأداء الزيارة هنالك الكثير من الأمور التي يجب اتخاذها، إن كانت من قبل المرأة الزائرة أو إن كانت من قبل الرجل. المرأة يجب أن تحافظ على زيارتها بصيانة نفسها، بعفتها، بلباسها، يكون لباسا زينبيا. أما في موضوع الرجال فاترك مجالا للزائرين اللي إن كان من العراق أو نخلي نقول من خارج العراق لتأدية الزيارة بشكل سلس. الكل اليوم يؤدي الزيارة حتى وإن كان في مكانه أو من داخل بيته. زيارة مقبولة للجميع، وتقبل الله إن شاء الله لنا ولكم خالص الأعمال والعزاء لصاحب العزاء الإمام الحسين. أحسنتي مرة أخرى، عظم الله لنا ولكم الأجر. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والإصغاء. في أمان الله. في أمان الله.